لكن عنده مشكلة في الدم يبقى واحد من الثلاثة هنشتغل عليه. تمام. ثلاثة الهيموجلوبين والخلايا البيضاء والصفائح. كل واحدة من دول لها قصة كبيرة جدا يعني. تمام. طيب يبقى دلوقتي احنا ننصح المريض ان هو لما يروح للدكتور ما يعني يتقبل انه يطلب منه حاجات طيب روتين. طيب اذا بنتكلم على التحاليل، ايه التحاليل المطلوبه من اعمار معينه لكل فتره معينه؟ هقول لحضرتك حاجه، يعني احنا هنعرف ان يقول لك فوق ال40 لازم يعمل مش عارف ايه، فوق ال60 يعمل ايه، فوق ال70 يمشي بقى ملوش لازمه. يا ريت الناس كلها تاخد الكونسبت بتاع تشيك، شيك على نفسك ان شاء الله كل 6 اشهر شيك، روح حلل لنفسك. في ناس كتير بتعمل، احنا كده بنتجاوز حاجات كتير يعني يعني لا يعني دلوقتي الناس ما بتروحش تتعالج غالية. والناس ما بتروحش بتاخد تجيب الدواء وتاخد حبايه وحبايه. التحاليل غاليه دلوقتي، التحاليل غاليه والدواء غالي، فالناس ممكن يعني انا بسمع الناس يجيبوا شريط الضغط والسكر الحاجات دي ياخدوا يوم ويوم لا يوم ويوم عشان يوفر فيه، فلو قلنا له بقى بروح اكشف وانت سليم فيعني يضرب. انما نقدر نقول انه المطلوب ايه؟ المطلوب عشان نحافظ على الصحه العامه التحاليل من خلال التحاليل دي. من التحاليل الجميله جدا جدا ورخيصه جدا. صحيح مش 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 مرتفعه صح؟ لا مش كلها مرتفعه صح؟ لا تحاليل ب 10 جنيه مثلا تمام، وسهل جدا ويريحني جدا. سرعه الترصيب، انت عم تتكلم عن نوع معين ايه بقى يفيد بايه سرعه الترصيب؟ يفيد بايه؟ برافو عليك، ده جميل جدا. سرعه الترصيب ده كل الناس فاهمه غلط كويس والله، نفهم بقى صح. يجي لي بقى العياده يقول لي اصل انا ترصيبي عالي اصل انا عندي ترصيب، خلي بالك بقى اتمرض كمان. انا لما اقف على الترعه حافه الترعه واهز الميه كده بتتعكر طبعا، هاخد كوبايه تمام ميه عكره واسيبها ساعتين ونشوف صفائها قد ايه، الطين نزل، دي السرعه بتاعت الترصيب بالظبط. هي دي الدم كده، الدم زي الطين بالظبط. هجيب دم احطه في انبوبه واسيبه اول ساعه نزل كم ملي كم شرطه، وتاني ساعه كام، يبقى سرعه ترصيب الساعه الاولى كذا والساعه الثانيه كذا. تمام. هتقول لي طيب ايه فايدته؟ ايه فايدته طبعا. برافو. نسال نفسنا سؤال اجمل من كده، ايه اللي خلاه ينزل وايه اللي خلاه ما ينزلش؟ المواد اللي بتبقى، في مواد بتبقى يعني ما اعرفش انت هتفتي الدكتور عادي كويس. ايه اللي خلى الدم ينزل؟ يبقى ده لون وده لون، هو لما بينزل ده مصفر شويه وده ده ابيض وده دم خالص احمر. ايه اللي خلى الدم يعمل الحركه دي؟ حركة زمان واحنا في اولى اعدادي فاكر قال لك ازاي تروق الميه؟ احنا بنجيب الميه من النيل نقوم نحط عليها شبه تشيل تقوم تعمل جيلاتينه فوقيها تاخد الطين وتنزل مظبوط، او نوى المشمش مظبوط فاكر؟ انا فاكرها في اولى اعدادي، كان عندنا معامل في مدارس الاعدادي التعبانه كان في مدارسنا مدارس فيها معامل اوضه المعمل فكذلك الدم عندي بروتينات في الدم تاخد الخلايا الحمراء وتنزل صح؟ اذا لو زادت البروتينات وعليت هتاخد الدم اسرع، يبقى سرعه الترسيب عاليه. يعني دي مش مطلوبه بازل ماء طبعا مش مطلوب طب ايه اللي يخليها ما تنزلش؟ خليها ما تنزلش ان الكرات الحمراء شايله شحنه متشابهه، شحنه متشابهه، واحنا واخدين في اولى اعدادي الاقطاب المتشابهه متنافره والاقطاب المختلفه متجاذبه. ما حضرتك تجيب شمالي مع شمالي يزقوا بعض، شمالي مع جنوبي يلزقوا ببعض. فده خليه حمراء شايله شحنه زي الثانيه، فتيجي نازله تضرب فيها تروح طالعه فوق تاني ما ترضاش تنزل. يبقى في حاجه بتمنع نزول وحاجه بتزود النزول. طيب امنع دي او امنع دي او زود دي. ازاي امنع الضرب في بعض؟ اخلي عندك انيميا يوم يبقوا بعاد، يوم ما يخبطوش في بعض يوم ينزلوا بسرعه. جميع مرضى الانيميا سرعه ترسيب عاليه. لماذا؟ الكرات الحمراء ما بتخبطش في بعض، بعاد هو مش كتير فينزلوا بسرعه جدا. جميع الامراض اللي بتزود المناع يعني الجهاز المناعي يشتغل تطلع بروتينات هتزود سرعه الترصيب. يعني اذا سرعه الترصيب بتدي مؤشر ان في مرض ما. الله ينور عليك والله العظيم. يبقى قيمتها في ايه؟ والله انت قلت اللي انا عايز اقوله، قيمتها لو طلعت نورمال
روح يا ابني جسمك انت زي كويس الفل انت كويس في الغالب يعني الحمد انما لله. لو طلعت عاليه جميع الامراض تعدي. يبقى انت لو يعني لو قلقان شويه كده روح اعمل سرعه ترسيب. طيب بس. سرعه ترسيب طلعت عاليه وتقال له ابنك سرعه ترسيبه عاليه حلو تمام لازم ما تنزلش يفضل هل الواد عيان عمره كله؟ لا هو خف بس سرعه ترسيبه ما نزلتش ساعات تعلق يعني اللي هي ايه مش مدره خالص ولا لا علاقه بيه خالص يا سبحان الله يعني هي مؤشر بس مؤشر بس بس